مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك، واذا انتم جداد تشتركوا فيه. معكم نيلي مع اطيب كيكة اليوغورت الصحية يلي مقاديره 2 كوب طحين اسمر حبة كاملة 300 غرام، 4 بيض، 3 ارباع كوب عسل، كوبين زبادي يوغورت يعني 500 غرام، 1.5 معلقة كبيرة من البيكنج بودر، معلقة صغيرة من الفانيل، زائد 3 معلقة كبيرة من الكاكاو، 3 معلقة كبيرة من ماء ساخن، ورشة ملح. الكريمة اللي بدنا نحطها فوقها يعني 1.5 كوب زبادي يوغورت يعني، و4 معلقة كبيرة من الكاكاو، ومن 5 إلى 6 معالق من العسل حسب الرغبة، يعني الحلى حسب الرغبة. أول شيء نحضر القالب، ندهن عليه زيت وشوي من الطحين الأسمر ونخليه على طرف، بعدين اللبن بنزيد له مي الساخن ونحركهم مع بعض ونخليه على طرف، بعدين نكسر البيض بالخلاط ونحط عليه الفانيل نضربهم مع بعض، ونحط العسل بعدين نخلطهم بالخلاط، وبعدين بنحط اللبن اليوغورت يعني اليوغورت، نخلط النواشف مع بعض الطحين والبيكنج بودر والكاكاو، نخلطهم مع بعض ونخليه على طرف، بعدين السوائل نفضيه بمحل كبير ونغربل بعدين النواشف يعني الطحين مع الكاكاو مع البيكنج بودر كله نخلطهم على السوائل، نخلط وننخل من طرف ونخلط من طرف هيك لبين ما يخلص كل الكمية، نخلطه منيح منيح هيك بالإيد، ما في داعي للخلاط، نخلط بالإيد، بإيد التانية نغربل، نغربلهم منيح بعدين بالإيد هيك بالمعلقة يعني قصدي نخلطهم منيح، بعدين حسيت وقت الخلط حسيت انه لسه خفيف بده شوية طحين يعني رجعت غربلت 3 معالق طحين فوقه وحركتهم مع بعض ونزلتهم بالقالب، وهون نكون مسخنين الفرن على 180 بده بين 35 لـ40 دقيقة ويطلع من الفرن مباشرة نغطيه، بعدين اليوغورت هيك نحط عليه محارم مشان يتصفى هيك نشيل ميته يعني نخليه صافي، أو ممكن فوطة بيضة يعني نحطها، المهم نصفيه منيح، بعدين نحط عليه العسل نخلطه مع العسل والكاكاو نغربل عليه الكاكاو، نغربلهم هيك ونحركهم مع بعض لبين ما يتجانس كله مع بعض، وهون طبعا ممكن تذوقوه انتو تشوفوا حلاوته وش قد بتكون حلاوته اكتر اقل شوي على حسب الرغبة، العسل يعني قصدي. هون غربلنا 3 معلقة ونحركهم مع بعض وتكون كيكتنا بردت، وهيك ثقبة شوي الكيكة ونزلة علي، نزلة علي هيك، نبلش بعدين نساوي شوي نزلة من الأطراف كمان شوي هيك بالباستولا ونساوي بأي أداة عندكم إياه، بعدين هيك نشكله بأي شي بتكون إياه، تشكلوها بالمعلقة ممكن تشكلوها بالشوكة، وفوق بعدين حطيت شوكولا كمان بدون سكر هذا الشوكولا، وهيك قدمتها، وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت، وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة. هيدو.